تمام يا شباب؟ تمام شو هذا؟ طيب المحاضرة اللي فاتت خدنا الاستابيليتي بتاع النيويورك كنترول سيستم، وهنطبق وعلينا ان شاء الله مسائل في السكشن الاسبوع ده. محاضرة النهارده هنتكلم على حاجة اسمها الروت لوكس تكنيك. دي محاضرة النهارده، الروت لوكس تكنيك. روت لوكس تكنيك، تمام؟ طيب محاضرة النهارده عندنا مكونة من كام عنصر كده. أول عنصر انتروداكشن، ده العنصر الأولاني انتروداكشن، والعنصر الثاني هنعرف يعني ايه روت لوكس، ده العنصر الثاني، والعنصر الثالث ايه هي الخصائص بتاعت الروت لوكس، تمام؟ يبقى انا عندي في المحاضره كم عنصر يا عبد الرحمن النهارده؟ عبد الرحمن دكتور سبعة. لا احنا عايز اركز على اول ثلاثه. اول ثلاثه عبد تمام. الرحمن، اول ثلاثه introduction للروت لوكس، بعد كده definition يعني ايه روت لوكس، تالت حاجه ايه هي خصائص الروت لوكس، تمام كده؟ تمام يا دكتور معلم. دول عايز اركز عليهم في محاضره النهارده. دول الثلاث عناصر، دول هم دول محور محاضره النهارده. introduction يعني ايه؟ introduction للروت لوكس، definition للروت لوكس، properties بتاعت الروت لوكس. طيب مبدئيا كده، كل اللي حاضر معايا، من فضلك بعد اذن حضرتك، بعد اذن سعادتك يا سيدي، ورقه وقلم. لو هتقعد معايا من غير ورقه وقلم ما تسالنيش انت نسبه استيعابك قد ايه من المحاضره. من فضل حضرتك ورقه وقلم، يا عبد الرحمن، يا شفعي، يا مين تاني، يا مصطفى، يا عادل، يا كان اسمه ايه؟ كان كل الناس اللي حاضره، ابراهيم والشافعي وعبد الرحمن وعبد الرحمن زكي ورمضان واسماعيل ومريس وهشام وعمرو، كل الناس، كل اللي حاضر من فضلك، ال 35 واقف، من فضل حضرتك ورقه وقلم علشان تحاول تحصل نسبه كويسه من المحاضره، نسبه استيعاب كويسه من المحاضره. طيب حلو، احنا قلنا هركز دلوقتي، انا هاخد واحد كده معاك ومركز. يا عبد الرحمن، يا احمد رمضان، عبد الرحمن، ايوه دكتور محاضر. تمام، احنا قلنا هنركز على كام عنصر؟ ثلاث عناصر كده، اول ثلاث. اول عنصر بيتكلم على ايه؟ هو مقدمه على الروت لوكس. ده حلو الكلام. طيب تعال ناخد اول عنصر، ده اللي بيقول مقدمه على الروت لوكس. اول عنصر اللي هو مقدمه على الروت لوكس يعرفك يعني ايه روت لوكس بالترجمه الحرفيه. كلمه روت يعني جذر، وكلمه لوكس يعني المحل الهندسي. يبقى كلمه روت يا عبد الرحمن يا شباب يعني جذر، وكلمه لوكس يعني ايه؟ المحل الهندسي. طيب دي ترجمه حرفيه ليها، بتستخدم في ايه الطريقه او ايه نظامها؟ اكتب في كشكول وراي، اكتب يا هاي، اكتب يا هاي يا باشمهندسين، يا كل الناس اكتب وراي. طريقة الروت لوكس هي طريقة، هي طريقة رسم لمين؟ برسم مين يا باشمهندسين؟ برسم مين هيقرا معايا كده؟ برسم الكلوزد لوب بولز. برسم ايه يا عبد الرحمن؟ كلوزد لوب بولز اللي هي المعاملة. تمام، يبقى الروت لوكس هي طريقة، طريقة لرسم الكلوز لوب بولز مع تغير السيستم بارامتر. مع تغير ايه؟ يا عبد الرحمن، مع تغير السيستم بارامتر. السيستم بارامتر ده اللي بنسميه كي، يبقى يا عبد الرحمن لو سالتك سؤال واقول لك ايه هي طريقه الروت لوكس، هتقول لي يا دكتور هي طريقه رسم، برسم الكلوز لوب بولز مع تغير الكي، مع تغير الكونستانت اللي اسمه كي. ها قول ورايا كده يا عبد الرحمن، ايه هي طريقه الروت لوكس؟ هي طريقه رسم الكلوز لوب بولز مع تغير معامل اللي اسمه كي. تمام حلو. طيب بتستخدم في الطريقه دي او
احنا لسه ما نعرفوهاش، لسه ما نعرفش الخطوات بتاعتها بتشتغل ازاي، بتعمل ايه، لسه ما نعرفوهاش. اوكي عارف. طب بس انا عايز اقول لك، عايز اسال نفسي سؤال، ايه الغرض من الطريقه دي؟ بعملها ليه؟ هستفاد ايه لما ارسم الكلوز لوب سيستم كولز؟ هستفاد ايه؟ ها؟ هستفاد ايه؟ قال لي بتحدد حاجتين مهمين جدا. ها يا عبد الرحمن ركز كده على طول. عبد الرحمن بيحدد حاجتين مهمين جدا، حاجة أولانية وحاجة تانية. Stability و Transient Response. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. قال لي بعدد الطريقة دي بتحدد لي Stability بتاعت السيستم وبتحدد لي Transient Response بتاع السيستم. يبقى عرفت أنا يبقى الطريقة مهمة ولا مش مهمة؟ الطريقة مهمة، بتقول لي السيستم ستيبل ولا لأ؟ وبتقول لي Transient Response شكله إيه؟ يبقى طريقة مهمة. طب حلو. تفتكروا زمان في كنترول واحد، يمكن انا عبد الرحمن سالني امبارح او اول امبارح مش عارف، قال لي يا دكتور لو انا رجعت على كنترول واحد مهم، قلت له لو رجعت عليه هتستفاد اكتر يعني. انت خدت الترانزيت ريسبونس في كنترول واحد، وفي كنترول واحد كنت تقدر تحدد الاوفر شوت والسيتلينج تايم والبيك تايم، كنت تحدد الحاجات دي. الحاجات دي كانت بتفرق في الاندر دامبنج سيستم والاوفر دامبنج سيستم والكريتيكال دامبنج سيستم ومواقع البولز على الريال ولا الكومبلكس، الحته دي كلها في سيستم كنترول ولا. اوكي يبقى ده ترانزيت ريسبونس. طب حلو. يبقى عبد الرحمن من السلايد دي ايه اللي استفدته؟ يا دكتور احنا عرفنا تعريف اللي هو الروت لوكس، هو عمليه رسم كلوز لوب بولز اللي هي تحدد لي المعامل اللي هو كي، وعرفنا ان هي مهمه بتعمل لي ستابيليتي وترانزنت ريسبونس، وان هو ممكن عن طريقها اعرف عدد اللي هو الاوفر شوت واللي هو اللي هي رسمه عامله زي اللي هي الكريتيكالي دامب كده صح؟ الله يفتح عليك يا عم. وعن طريقها برضه تقدر تحدد الرينج بتاع الاستابيليتي، بتقدر تحدد ايه هو الرينج بتاع الاستابيليتي والرينج بتاع الانستابيليتي عن طريق الروت لوكس. طب حلو، عايزين حد غير عبد الرحمن؟ عايزين حد غير عبد الرحمن؟ نختار مين؟ ها؟ واحد يقول انا هتبرع معاك اشرح معاك السلايد يا دكتور. ها؟ مين الشافعي ولا مين؟ يا شافعي. مع حضرتك يا دكتور. ها؟ انت اللي هتشرح معايا السلايد يا شافعي. تمام. طيب، انت شايف معايا ايه هنا كده يا شافعي؟ شايف ده كنترول سيستم؟ كنترول سيستم بيتكون من كي في الجي اوف اس، كنا بنسميها ايه المحاضره اللي فاتت؟ بنسميها البلوك اللي بيبقى هنا ده، كنا بنسميه ايه كده؟ ترانسفير فانكشن. كنا بنسميه فورورد ترانسفير فانكشن. طيب والاتش اوف اس، والاتش اوف اس دي بنسميها حاجه كده ترانسفير فانكشن، كنا بنسميها ايه؟ فيدباك. الله يفتح عليك. فيدباك ترانسفير فانكشن، وده الانبوت ار اف اس، وده الاوتبوت ار اف اس. طيب الشكل ده يا شكل، الشكل ده هو يا شكل. انا كنت اقدر اعمل له الشكل ده، انا كنت اقدر اطلع منه شويه حاجات كده. اهم حاجتين كنت اقدر اطلع منه، كنت اطلع حاجه اسمها الاوبن لوب. ها كمل معايا كده يا شكل، حاجه اسمها كلوزد لوب يا دكتور، الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، وحاجه اسمها الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. الله يفتح عليك يا شباب، الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن. طب قول لي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن دي بتساوي ايه كده؟ فكرني كده، انا عارف ان انا صحيت على ده والصغير على ده، فكرني كده الاوبن لوب ترانسفير فانكشن دي بتساوي ايه؟ الكي جي اوف اس. الله يفتح عليك. ها مضروبه في حاجه؟ ايه؟ مضروبه في اتش اوف اس الفيدباك. طيب حلو. طب فكرني كده يا شافعي، الكلوز لوب ترانسفير فانكشن دي بتساوي ايه؟ فكرني كده بس انا ناسي. كي جي اوف اس على واحد زائد كي جي اوف اس في الاتش اس. الله يفتح عليك. تمام، كي جي اوف اس على واحد زائد اللي هي دي كده، كي جي اوف اس على واحد زائد كي جي اوف اس اتش اس. طب حلو، عظيم الكلام. طيب يا شافعي، لو قلت لك افرض ان جي اوف اس، افرض ان جي اوف اس في اس زائد واحد على اس في اس زائد اثنين، تمام، وافرض ان اتش اوف اس ب اس زائد ثلاثه على اس زائد اربعه، تمام،
من فضلكم لازم تحضر وانت ماسك ورقه وقلم، الحضور بدون ورقه وقلم ملوش فايده. من فضلك اكتب ورايا، من فضلك اكتب ورايا عشان خاطر اكتب ورايا. من فضلك اكتب ورايا الماده كلها مسائل ومش هينفع تسمع بس، لازم تكتب وانت قاعد من فضل حضرتك. طيب يا شبعي انت قاعد ماسك قلم، متخيلك دلوقتي انت قاعد ماسك ورقه وقلم وكشكول وبتكتب ورقه، قلت لك هات لي كل الترانسفير فانكشن. لو انا اديتك الجي اوف اس كذا واديتك الاتش اوف اس كذا، هات لي كل الترانسفير فانكشن كده. تمام هتبقى مضروب الجي اوف اس في الاتش اوف اس، يعني هتساوي كي كي في الاس زائد واحد اس زائد تلاتة على اس زائد في اس زائد اتنين في اس زائد اربعة. طب حلو، اللي انت جبته ده يا شباب، اللي انت جبته ده تقدر تعديكي حاجة اسمها الزيروز وحاجة اسمها الكوليس. الزيروز اللي هي اصفار البسط والكوليس اللي هي اصفار المقام، تقدر تعديها؟ اه يا دكتور. اقول ان الكي بتساوي زيرو؟ لا، الزيروز اللي هي سالب واحد وسالب ثلاثة. سالب واحد وسالب ثلاثة. وسالب ثلاثة، طب البولز ايه هي؟ البولز سالب اثنين وسالب اربعة. سالب اثنين وسالب اربعة، حلو. معلش يا شباب، هي العلاقة دي كانت اوبن لوب ترانسفير فانكشن ولا كلوز لوب ترانسفير فانكشن؟ لا دي اوبن لوب. طيب يبقى انا عايز اطلع بمعلومه كده سطر تكتبه في كشكولك دلوقتي، الاوبن لوب ترانسفير فانكشن تقدر تحدد لها البولز والزيروز. كتبت السطر، اكتب يا شباب بالعربي دلوقتي، بالانجليزي ولا بتاع، اكتب بالعربي. ها الاوبن مالينا يا شباب كده، انا عايزك تمدي زمايلك في المدينة. اقدر احدد ايه؟ ها اقدر احدد لها ال ايه يا دكتور؟ الزيروز والبولز. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن تقدر تحدد لها ايه؟ الزيروز والبولز. عظيم يا شباب. تمام. طب حلو، طب تعالى هات لي كلوز لوب ترانسفير فانكشن، فكرني كده كلوز لوب ترانسفير فانكشن ايه؟ دي هتساوي ايه؟ جي اوف اس على واحد زائد المفروض هنا في كي. تمام. جي اوف اس على واحد زائد جي اوف اس، طب عوض لي عن جي اوف اس بالعلاقه اللي فوق دي واتش اوف اس بالعلاقه اللي فوق دي. ها؟ صعبه؟ لو انا شلت جي اوف اس وحطيت العلاقه اللي فوق دي ماشي؟ وشلت اتش اوف اس وحطيت العلاقه ده هي. تمام؟ هديني بقى المعادلة دي. هديني المعادلة دي. ها؟ في حد عنده أي اعتراض على المعادلة دي؟ أي اعتراض من السادة الباشمهندسين على المعادلة اللي أنا وصلت لها دي؟ دكتور يعني هي نفس اللي هي حضرتك المعادلة اللي إحنا خدناها المحاضرة اللي فاتت، لكن إحنا حاطينها كي. أيوه. أه. هي الفكرة عم تعمل جي جي أو إس وحط ترجمتها بالقيمة دي، وجي إتش أو إس وحط ترجمتها بالقيمة دي. واو تمام كده؟ اه تمام. طب حلو، نرجع للباشمهندس شافعي، المعادله دي تقدر تحدد لي البولز بتاعتها؟ تقدر تحدد لي هو البولز اصفار البسط ولا اصفار المقام يا شافعي؟ اصفار المقام يا دكتور. اصفار المقام، طب تقدر تحدد لي هنا اصفار المقام؟ اصفار المقام هيبقى اصفار المقام. اساعدك انا يا شافعي، اساعدك. اصفار المقام هنا، أصفار المقام هنا دالة، أصفار المقام دالة في الكيل، أصفار المقام إيه؟ دالة في الكيل، ما أقدرش أحلل المقام ده، ما أقدرش أحلله بدون ما أبقى عارف قيمة الكيل كام، أبقى عارف قيمة الكيل واحد، يعني لو أنا قلت لك الكيل واحد معوض عن الكيل واحد تقدر تطلع الكوز، تمام؟ لو قلت لك الكيل خمسة تقدر تطلع الكوز، الكيل ستة تقدر تطلع الكوز، إنما كده ما أدتكش قيمة الكيل، يبقى هنا في الكلوز لوب ترانسفير فانكشن. كلوز لوب ترانسفير فانكشن ما اقدرش اطلع البولز، يبقى اكتب كده بالعربي في كلوز لوب ترانسفير فانكشن ما نقدرش نطلع البولز. ليه ما نقدرش نطلع البولز يا شباب؟ عشان مش معايا قيمه كي يا دكتور. عشان البولز ده في الكي وانا مش معايا قيمه الكي، اعمل ايه؟ اعمل نفسي اعمل ايه؟ هي البولز محتاجه قيمه الكي، قول لي قيمه الكي كام وانا اروح اقول لك البولز كام. لو قلت لي قيمه الكيب صفر هقول لك عندك بولز عند سالب 2 وسالب 4، لو قلت لي قيمه الكيب واحد هقول لك عندك بولز عند كذا وكذا.
لو جبت الكميه عند الجزء انما بالطبيعي كده الكلوز لوب ترانسفير فانكشن كتبت السطر في كشكول يا كشافي. ايوه ها كتبت السطر في كشكول. ايوه دكتور مع حضرتك يا دكتور. ها الكلوز لوب ترانسفير فانكشن ما تقدرش تطلع الايه؟ تطلع الكلوز عشان تطلع الكلوز عشان الكلوز داله في الكي وهي مجهوله. الله يفتح عليك. يبقى يا شافعي ايه اللي استفدناه من السلايد دي؟ السلايد دي استفدناه استفدنا معلومتين مهمين جدا. قول يا شافعي ايه اللي استفدناه؟ ان انا بعرف اطلع الزيروز من الاوبن لوب. الزيروز والبولز. البولز. بعرف اطلعها من الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. تمام. وعرفت ان انا ما اقدرش اطلع البولز من الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن علشان قيمه الكي بتبقى مجهوله عندي، داله في الكي وبتبقى مجهوله عند الكي. تمام الله يسعدك. طيب طيب حلو. عايزين حد غير شافعي وغير عبد الرحمن؟ مين هيخش معايا ولا انا اروح اختار؟ شافعي حد غير شافعي وغير عبد الرحمن؟ حد يتبرع؟ ها هيتبرع وهديله نص درجه. طب هديله درجه. عندي سؤال. اتفضل. الكي دي بتاعت ايه؟ الكي دي اسمها السيستم بارامتر. الكي ده هي دي اسمها السيستم بارامتر. الجين بارامتر اللي هو الريشيو ما بين الاوتبوت على الانبوت للسكيلر فاليو. هنعرف نخش في تفاصيل الكي ده كمان شويه. ليش هندسه؟ دكتور اخر حاجه بس اتفضل. اخر حاجه حضرتك قلتها دلوقتي الكي عباره عن السيستم بارامترز. المفروض الفورورد ترانسفير فانكشن ده اصلا يعني مش عايز ادخلك في تفاصيله. الفورورد ترانسفير فانكشن المفروض ان ده عباره عن 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 بلوك مضروب في بلوك مضروب في بلوك مضروب في بلوك. ممكن يكون هنا البلوك ده عباره عن 2 في اس زائد 1 وده اس زائد 5 وده اس زائد 10. فالكي ده الكي ده بيبقى رقم وبعدين بيجي بيجي الزيروز بتاع وبعدين بيجي الزيروز بتاع الباست. تمام. فالكي ده كونستنت بيبقى قبل الاس بسميه السيستم بارامتر او الجين بارامتر. مع تغير قيمه الجين بتتغير قيمه الكلوز لوب بولز. تمام يا شباب. طب اسمك ايه بقى يا هندسه؟ احمد حمدي. احمد حمدي. طيب استاذنك ممكن انت تكمل معانا شرح بعد كده؟ عادي اتفضل. احمد حمدي قال انا هتبرع واكمل معاكم شرح يا دكتور. هو احمد حمدي راجل كويس. طيب ركز يا احمد كده في الكلام اللي عندي. ركز يا احمد. تمام. يا احمد لو انا قلت لك تعرف حاجه تسمع عن حاجه اسمها كومبلكس نمبر؟ نعم. تسمع عن حاجه اسمها كومبلكس نمبر؟ اه حلو. الكومبلكس نمبر دي بتساوي ايه يا احمد؟ مش بتساوي رقم ريال زي الشيء رقم تاني صح كده يا احمد؟ صح صح. يعني مثلا ممكن اقول لك اس بتساوي 3 دي 3 يعني. تمام اوكي. زائد الشيء 4. تمام كده يا احمد؟ تمام. طب لو قلت لك عايز ارسم الرقم ده على الاس دومين، عايز ارسم الرقم ده هو في الاس دومين، ادي ده الاس دومين او الاس بلان، اوكي؟ تمام؟ وده الريال اكسس بنسميه سيجما، وده الايماجينري اكسس بنسميه جي اوميجا. تمام. عايزك تتوقع لي الرقم ده هو، ده رقم ولا مش رقم؟ رقم. هيكون من فوق على اليمين كده. ها هيكون فوق على اليمين. امشي على الريال اكسس 3 واطلع على الريال اكسس كام؟ ها 4. 4 يبقى لي النقطه دي صح كده؟ تمام. لو وصلت النقطه دي بالبرج، لو وصلت النقطه دي بالبرج عمل لي فيكتور. تمام. في فيكتورات لحد كده؟ لا تمام. تمام حلو. طيب يبقى لو انا عندي كومبلكس نمبر، كومبلكس نمبر ده يبقى رقم ريال ورقم ايماجينري اقدر اوقعه بالشكل ده. طيب مفيش شكل تاني، مفيش صوره تانيه تقدر تعبر بيها عن الرقم الكومبلكس ده يا احمد يا حمدي؟
ما تفتكرش كده. ماجنتيود الزاوية. إيه سمعني كده تاني معلش. ماجنتيود الزاوية. الله يفتح عليك. أي ماجنتيود الزاوية؟ أحمد حمدي قال مش شرط أكتبه كده، ده أنا ممكن أكتبه بصورة ماجنتيود وهنرمز للماجنتيود ده بإم، وزاوية هنرمز لها بسن سيتا. طب إم ده فين هنا على الرسمة؟ قال لي إم هو الطول ده هو. الطول بتاع الفيكتور ده هو. صح كده؟ أيوه. طب وفين الزاوية؟ قال لي الزاوية أهي، دي الزاوية سيتا. يبقى دي اسمها البولر فورم، دي اسمها الكارتيزيان فورم. في اعتراض يا باشمهندس احمد حمدي لحد كده؟ لا تمام. تمام حلو حلو برافو عليك. طب حلو. طيب عايز اخدك كده في حته ثانيه كده، عايز اقول لك لو انا عندي داله، لو انا عندي ايه يا احمد حمدي؟ احمد حمدي. ايوه يا دكتور مع حضرتك. لو انا عندي داله، داله فانكشن، الداله دي مثلا وليكن وليكن اس زائد 7، دي داله صح ولا ايه؟ صح. حيث ان اس ده رقم كومبلكس صح كده؟ صح. لو انا قلت لك هات لي قيمه الداله، هات لي قيمه الداله عند اس بتساوي 5 زائد جي 2، 5 زائد جي 2. يبقى ركز كده معاك، ركز ركز بس لحظه بقى ركز. لو انا اديتك داله، لو انا اديتك ايه؟ ها؟ داله ومديني الاس، عوض عن الاس. ايوه لو انا اديتك داله، بس خد بالك الداله دي بنسميها كومبلكس فانكشن، كومبلكس فانكشن لان الاس هنا كومبلكس. الفانكشن دي مثلا زي بتساوي اس زائد 7، تمام؟ وقلت لك هات لي قيمه الداله دي، هات لي القيمه بتاعتها، هات لي القيمه بتاعتها لما تكون اس بتساوي 5 زائد جي 2. الناتج هيطلع ايه؟ الناتج هيطلع رقم متر زائد 12 زائد جي 2. هيطلع ايه؟ يساوي ايه؟ 12 زائد جي 2. جت منين 12 دي؟ انت قلت شلت اس وحطيت 5، مش انت شلت اس وحطيت 5 زائد جي 2؟ ايوه. وبعدين رحت حاطط السبعه، يعني الناتج ساوى 12 زائد جي 2، صح كده؟ ايوه صح. ها يبقى انت لو انت عندك داله كومبلكس، لو انت عندك داله كومبلكس وعوضت جواها، عوضت جوه الداله دي بنقطه كومبلكس، الرقم اللي بيطلع بيبقى رقم ايه؟ كومبلكس. ها كومبلكس، برافو عليك. طيب تعالى نرسم، تعالى نرسم الناتج بتاع الداله دي، تعالى نرسم الناتج، عايزين نرسم 12 زائد جي 2، نرسمها ازاي؟ زي الاولى بالظبط هتكون. زي الاولى بالظبط، همشي هنا ده كده 12 اول، تمام؟ ادي جي دي نهايه، يبقى هي النقطه دي. وصلها بالارجنت. هو ده الفيكتور. الزاوية والماجنتيود بس. تمام حلو الكلام. طيب مفيش طريقة تانية، السؤال بقى هنا. السؤال مفيش طريقة تانية. عايز أوصل لنفس الناتج ده، لنفس الفيكتور ده بس بطريقة تانية. قال لي في طريقة تانية، تعمل إيه؟ قال لي بص يا سيدي. هات هات الزيرو بتاع الفانكشن اللي يبقى السؤال ايه هو؟ السؤال انا عندي داله، عندي داله اهي، قلت لك عوضت هات لي قيمه الداله دي عند اس كذا. احمد حمدي رايح داخل الداله شاف قيمه اس وحط القيمه بتاع الاس وطلع له الناتج كده وراح رسمها، طلع له الفيكتور ده. كل الناس متفقه مع احمد حمدي. واحد تاني زي حالاتي كده مختلف مع احمد حمدي، قول له لا يا احمد انا عايز افكر في حاجه في الصوره دي. انا هاجي ابص على الداله دي، هاجي ابص على الداله اللي هي اللي فوق دي واشوف الزيرو بتاعها، اشوف الزيرو بتاعها، يعني اس تكون بكام عشان تخلي لي الداله زيرو؟ ها؟ نعم. الزيرو بتاع الداله دي كام؟ ها؟ بتاع الداله دي سالب 7. سالب 7، برافو عليك، ادي سالب 7. طيب انت عايز قيمه الداله دي عند النقطه كام؟ انت عايز قيمه الداله دي عند النقطه كام؟ 5 زائد جي 2. ها قول لي كده 5 زائد جي 2. فين الخمسه؟ الخمسه هنا اهو، لو انا مشيت 1 2 3 4 5 دلوقتي جي 2 اهي،
وهنا كده دي جي 2. مش دي النقطة اللي أنت عايز تيجي تتدلع عندها يا أحمد يا حمدي؟ اللي هي 2 هتكون. ها مش دي مش دي النقطة أيوه هي. اللي أنت عايز تيجي تتدلع عندها؟ تمام. وصلها وصلها بالزيرو تعدل. ها هو الفيكتور ده هو؟ هو الفيكتور ده هو؟ هو ماجنيتيود وزاوية نفس الفيكتور ده. ها اشرح لي كده يا احمد يا حمد اشرح انا عايزك تشرح. هو نفس الموضوع بس هو يعتبر رحل للزيرو نقطه الزيرو رحل. عارف كلمه رحل دي بنسميها بالترانسليت الفيكتور بالترانسليت الفيكتور وقيمه الزيرو بتاع ده تمام. يعني يا احمد يا حمد عايزك تيجي تشرح زمايلك حضرتك تقول لهم لو انا عندي داله كومبلكس لو انا عندي داله ايه؟ كومبلكس اجيب الزيرو وقلت لك هات لي قيمه الداله دي عند نقطة معينة قدامك طريقين قدامك كام طريق؟ طريقين الطريق الأولاني إنك تروح تعمل إيه؟ أعوض وبعدين أرسمها على أرسمها على تعوض تعويض مباشر تجيب قيمة الإس وتحط 5 زائد جي 2 وتروح ترسم حلو الكلام. طب تعرف تطلع المجنيتين في الزاوية من هنا؟ أه المجنيتين هنا اللي هو جذر التربيعي للجزء ده تربيع زائد ده تربيع الزاوية ده ماينس 1 ده على ده. ها في مشكلة في الطريقة دي؟ لا تمام. طب الطريقة التانية ايه؟ اجيب بأصفار الدالة اجيب الدالة الصفر بتاع الدالة. يعني لو انا قلت لك دي في الحالة بتاعتنا اس زائد 7 الصفر بتاع الفانكشن دي عند ناقص 7. طيب جبت الزيرو بتاع الدالة بتعمل ايه بعد كده؟ بعدين ارسم النقطه بتاعت ال وبعدين اوقع النقطه اللي انا عايز احسب قيمه الداله عندها. تمام تمام. طب وبعد كده؟ وبعدين اوصل النقطه بتاعتي بالصفر بتاع الداله. طيب حلو. طيب ها في اعتراض كده يا شباب؟ كل الناس كده ليس؟ ليس يا شباب؟ اه تمام تمام يا رجاله؟ هتدي نفس النتيجة بالظبط صح؟ نفس الزاوية نفس نفس النتيجة. طيب احنا هنستخدم أي طريقة؟ هنستخدم الطريقة التانية دي. الطريقة الأولانية دي طريقة يعني خلينا في الطريقة التانية دي. طيب لو أنا عايز أضيف الطريقة. طب حلو معايا يا احمد يا حمدي؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب لو انا قلت لك انا عندي داله يا احمد يا حمدي اتفضل يا دكتور بتساوي اس زائد 1 على اس في اس زائد 2. قول لي كده الدالة كده يا احمد يا حمدي. ها اس زائد 1 في اس زائد 2 دالة اهي كومبلكس فانكشن اس زائد 1 على اس في اس زائد 2 تمام. مع حضرتك وقلت لك هات لي قيمة الدالة دي عند اس 3 زائد جي 4 هات لي قيمة الدالة دي عند اس 3 زائد جي 4. الطريقة الأولانية الطريقة الهبلة هعوض عن 3 زائد جي 4 هعوض عن مين؟ هعوض عن اس ب 3 زائد جي 4 ماشي واحسب الموضوع في الاخر. طب الطريقه الثانيه ان انا اعمل ايه؟ اجيب اركز في الطريقه الثانيه بقى اركز في الطريقه الثانيه اجيب صفر الداله هيكون سالب 1 اجيب الزيروز والبولز لان في هنا بولز تمام اجيب الزيروز وايه؟ البولز. طيب انا عندي زيروز عند كام؟ ماينس 1 سالب 1 سالب 1 فين السالب 1؟ اهو ادي كده هنا ده سالب 1 الزيروز برمز له بدايره مفتوحه. الزيرو برمز له بايه؟ دايره مفتوحه. طيب البول عندي بول عند ايه؟ عند زيرو سالب 2 البول بنرمز له
الكروس. تمام. طيب وادي الكروس عند سالب 2. ها في حاجه تانية في زيرو كول تاني على يا احمد الحمدي؟ لا تمام. طيب حلو. انا عندي 3 زائد جي 4. طب انت النقطه اللي انت عايز قيمه الداله بتاعتها هي النقطه دي كام؟ نفس النقطه اللي فاتت هي. ها نفس النقطة اللي فاتت هي 3 زائد نطلع 4 لفوق. هي النقطة سالب 3 زائد جي 4. طيب سالب 3 زائد جي 4 اللي هي سالب 3 زائد جي 4 اللي هي النقطة هنا كده. صح كده؟ أيوه. خد بالك إيه؟ هنا كده دي جي 4 ودي هنا كده ودي هنا كده سالب 3. تمام. ها تمام كده؟ تمام. طيب أوصل. اعمل ايه بقى يا احمد يا حمدي؟ اوصلها بالسالب 1. ايه؟ اوصلها بالسالب 1 المفروض. اروح اوصلها مش بالزيرو بس، ده انا هوصلها. وصلتها اهو بالزيرو. واروح كمان اوصلها بالكول. يبقى اوصل النقطة بتاعتي بكل الزيروز وكل البولز. ها؟ اعمل ايه؟ اوصل النقطة بتاعتي بكل الزيروز والبولز. بكل الزيروز وكل البولز. طب حلو. طيب حلو. لما اوصل الدالة بتاعتي بكل الزيروز وكل البولز. طيب انا عايز الماجنتيود اللي هيطلع. مش احنا لو عوضنا عن النقطة دي جوه هنا في الدالة، لو عوضنا عن النقطة دي هيطلع لي رقم كومبلكس؟ هيطلع لي رقم كومبلكس ولا مش هيطلع رقم كومبلكس؟ هيطلع كومبلكس. طيب الرقم الكومبلكس ده مش له ماجنتيود وله زاوية؟ تمام. طيب حلو، الماجنتيود بتاعه بيساوي ايه بقى؟ قال لي الماجنتيود بتاعه بيساوي ح بالعربي كده اهو، اكتب كده اهو بالعربي كده شكلك يا احمد يا حمد. حاصل ضرب ايه؟ أطوال الزيروز. حاصل ضرب إيه يا أحمد يا حمد؟ أطوال الزيروز على حاصل ضرب أطوال البولز. ها تمام؟ تمام. طب تعالى نطبق. أنا عندي كام زيرو هنا؟ كام زيرو في المسألة بتاعتي؟ اثنين. واحد زيرو واثنين بولز. واحد زيرو بس. طيب. واحد زيرو اثنين بولز. طيب طول الزيرو ده، طول الزيرو معناها اللينس من هنا لهنا، اللينس من الحته دي للحته دي، اعرف اجيبه؟ اعرف اللينس ده؟ اعرف في ثواني. اللي هو الجذر التربيعي من الحته دي تربيع زي اثنين أربعة. ها؟ اربعه. تمام؟ طيب لو عندي زيرو تاني، لو انا عندي زيرو تاني كنت هضرب في الزيرو التاني. لو عندي زيرو تالت اضرب في الزيرو التالت. ده البسط. طب المقام ايه؟ المقام هيبقى ايه؟ حاصل ضرب اطوال البولز. انا عندي كام بولز هنا؟ اثنين. اللي هما سالب اثنين وزيرو. ده هو بول. طيب اللينس بتاع البول ده هو اللينس بتاع البول عند سالب اثنين. جذر واحد تربيع زائد اربعه تربيع. تمام اقدر اجيب. طيب اللينس بتاع البول التاني. اللينس ده عندي كل عند النقطة عندنا اهو، اللينس ده اهو اعرف اجيبه؟ اه جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع. تمام اضرب كده على كده يعني اضرب يعني اقدر اطلع قيمة الماجنتيود. ها في اعتراض؟ لا تمام. اعتراض ازاي في الماجنتيود؟ اه تمام. من سالب 2 لسالب 3 تعتبر الطول واحد صح كده؟ واحد. من سالب 2 لسالب 3 الطول واحد. يعمليش دعوه بالسوالف. لا مش اصلا. اوكي. تمام. ها يبقى في اعتراض ان انا اعرف اجيب الماجنتيود؟ لا تمام. طب حلو. لو سمحت يا دكتور. اتفضل. هو في الزيروز هاخد السالب طول بتاع السالب واحد بس؟ ولا هاخد طول؟ طب لو انا قلت لك تخيل كده هو مين اللي بيتكلم؟ محمد علاء. محمد علي؟ علاء محمد علاء. طب تخيل كده يا محمد علاء ان انا قلت لك عدي الزيرو كمان هنا. نتخيل ان المساله
ان انا عندي زيرو هنا، يعني لو انا ضفت ترم هنا اس ناقص اس ناقص 2 مثلا، لو انا ضفت ترم بالبسط اس ناقص 2 يبقى هاخد التوتال بتاع الترم، يبقى اوصل النقطه دي برضه هنا ده كده عند الموجب 2 هنا كده اهو، يبقى اللينس ده اهو معايا كده اهو، اللينس ده اهو اقدر اجيبه واحطه هنا، يبقى البسط حاصل ضرب اقدار الزيروز على حاصل المقام على حاصل ضرب اقدار الزيروز. تمام كده؟ طيب انا كده جبت الماجنيتيود، طب عايز اجيب ايه تاني يا احمد يا حاج؟ الزاويه. الزاويه سيتا دي هتساوي ايه؟ قال لي مجموع زوايا الزيروز، مجموع زوايا ايه يا احمد يا حاج؟ زيروز ناقص مجموع زوايا قول كمل البولز. البولز. طيب تعال نطبق. انا عندي كام زيرو في المساله؟ عندي واحد زيرو واثنين بول. واحد زيرو واثنين بول، انسى ان في زيرو هنا يعني. انا كنت بس بشرح لمحمد علاء يعني الحته دي. انسى ان في زيرو هنا. ماشي؟ طيب عندي واحد زيرو، الزيرو ده فين؟ نعم؟ الزيرو فين الزيرو؟ مش هو ده هنا كده عند السالب واحد؟ ايوه. طيب حلو، الزاويه بتاعته بتتقاس مع الاتجاه الموجب لمحور اكس، يعني دي الزاويه بتاعته، دي اسمها دي الزاويه بتاع الزيرو. طيب الزاويه دي اعرف اجيبها؟ الزاويه ديت اعرف اجيبها. ايوه. دي بتساوي ايه؟ بتساوي 180 180 ناقص الزاويه اللي من جوه ناقص الزاويه دي. طب الزاويه دي تعرف تجيبها؟ اعرف اجيبها. تان ماينس 1 تان ماينس 1 ده اهو على الطول ده اهو. مظبوط؟ مظبوط. طب حلو، يبقى انا كده جبت. طب لو في زاويه زيرو ثاني، لو انا عندي زيرو ثاني مثلا، لو انا عندي زيرو ثاني ابقى مع زاويه الزيرو عليهم، ناقص وافتح قوس كبير، ناقص مجموع زوايا البولز. انا عندي كام بول هنا يا احمد؟ عندي اثنين. البول الاولاني فين والبول الثاني فين؟ البول الاول اللي هو الاثنين بالاخضر، بسم الله، اللي هو 0 سالب 2. 0 سالب 2. طب تعرف تجيب الزاويه البول اللي عند سالب 2 ده؟ نفس الطريقه. الزاويه بتاعته البول اللي عند سالب 2 دي الزاويه بتاعته، تعرف تجيب الزاويه دي قد ايه؟ ان شاء الله. ها قول هتبقى ايه؟ 180 ناقص تان ماينس 1 ناقص الزاويه ده ايه؟ تان ماينس 1 بتساوي ايه؟ تان ماينس 1 4 على واحد. تمام، يبقى انا كده جبت الزاويه بتاعت البول الاولاني زائد الزاويه بتاع البول الثاني. فين الزاويه بتاع البول الثاني يا احمد يا عم؟ 180 برضه ناقص 180 ناقص تان ماينس 1 ها الزاويه دي 4 على 4 على 3. تمام. طب لو عندك بول ثالث هعملها برضه. لو عندك بول رابع اجيب اجمعها عليهم. طيب يبقى سمشن مجموع زوايا السيروس ناقص مجموع زوايا البول، ده هيديني انجل سيتا، يبقى الماجنتيود ده في الاخر هيطلع لي رقم اللي هو 5 مثلا او 5 ونص او 6، والانجل مثلا الانجل بيطلع مثلا 20 30 40 50 وهكذا. هي نفس الناتج بالظبط، نفس الناتج ده اهو، لو انت رحت عوضت دخلت جوه الداله وعوضت عن اس بسالب 3 زائد جي 4، خش جوه الداله وشيل كل اس وحط 3 ناقص جي 4. يبقى انا لو انا مديني مساله زي دي كده فهمنا المساله كويس يا شباب؟ حد عنده اي اعتراض على المساله؟ تمام. طيب يبقى انا لو اهي مديني مساله اهي هات لي قيمه الداله لما اس تكون بالشكل الفلاني، او رحت جاي قلت انا عندي زيرو عند كذا وعند البول عند كذا وعند البول عند كذا، وادي النقطه بتاعتي ورحت موصل النقطه بكل الزيروز وكل البولز. قال لي ايه؟ قال لي الفيكتور اللي فيه زيرو، قال لي عند الزيرو بسالب واحد، الزيرو بسالب واحد ده الفيكتور ده اهو من النقطه للسالب واحد، الفيكتور ده اهو له طول وله زاويه، الطول بتاعه اللي هو الطول ده اهو والزاويه بتاعته اللي هي الزاويه دي،
طيب اللي هي طلع بالشكل ده. طيب الفيكتور اللي عند الاورجن اللي هو ده هو كده اللي فيه بول عند الاورجن، الطول بتاعه هو الطول ده اهو، والانجل بتاعته هي الزاويه دي. طيب الفيكتور اللي عند السالب 2 الطول بتاعه اهو، والانجل بتاعته هي الزاويه دي. طيب الماجنتيود بيساوي ايه؟ الماجنتيود حاصل ضرب اطوال الزيروز على حاصل ضرب اطوال الجوز. الانجل بتساوي ايه؟ الانجل سبشن زوايا مجموع زوايا الزيروز ناقص مجموع زوايا الجوز. يبقى في النهايه قيمه الداله دي لو عوضت عن اكس بالقيمه، لو عوضت عن اس بالقيمه دي هيطلع لي الماجنتيود قد كده والزاويه قد كده. حد عنده اعتراض؟ شباب حد عنده اعتراض؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى هو ده اللي بنقوله. لو انا عندي فيكتور اقدر ارسمه في الكومبلكس بلين، تمام، سيجما زائد جي اوميجا، تمام. طيب لو انا قلت لك، لو انا عندي فيكتور مثلا كانت اس زائد 7 مثلا، اس زائد 7، وقلت لك هات لي قيمه الفيكتور دي عند اس ب 5 مثلا زائد جي 2 مثلا، اوكي، كنا بنشوف الزيرو بتاع الداله دي، الزيرو اهو عند الناقص 7، وبتوقع النقطه اهيت، وده الفيكتور ده. طيب لو الاف اوف اس دي داله ملعبكه شويه، لو داله الاف اوف اكس داله ملعبكه شويه، تمام، او داله كومبليكيتد شويه، قال لي الماجنتيود بيساوي حاصل ضرب اطوال الزيروس زي ما طبقنا في المساله على حاصل ضرب اطوال البولز. علامه الباي دي معناها حاصل الضرب. يبقى الماجنتيود بيساوي حاصل ضرب اطوال الزيروس على حاصل ضرب اطوال البولز. طب السي ده بتساوي ايه؟ سبميشن زوايا الزيروس ناقص سبميشن زوايا البولز. اوكي؟ نعم. هما القانونين دول ينفعوا المسألة اللي هي البسيطة؟ يعني ينفع؟ ينفع يطبقوا على كل الأنواع، أي مسألة. طب استخدم دول ولا استخدم من ورا؟ يعني سياق، بس بالغالب أنا مش هجيب لك حاجة بسيطة. يبقى استخدم دول كده. طيب. برضه ممكن ناخد هومورك كده نحله في البيت. لو انا عندي داله اس زائد 2 واس زائد 4 على اس باس زائد 3 كذا، وقلت لك هات لي قيمه الداله عند اس كذا، في اي اعتراض؟ ها؟ قدامك طريق ايه؟ قدامك انك تروح تشيل كل اس وتحط قيمتها، وقدامك ان انت تستخدمها بالطريقه اللي احنا استخدمناها. ماشي؟ طيب حلو. يبقى احنا كده خلصنا اول عنصر عندنا في المحاضره. العنصر الثاني عايزين نعمل ديفينيشن للروت بوكس. يعني ايه كلمه روت بوكس؟ يعني ايه؟ عبد الرحمن بدري قال لنا ان احنا هنركز على ثلاث عناصر في المحاضره. اول عنصر برودكشن، ثاني عنصر ديفينيشن، ثالث عنصر خصائص الروت بوكس. فخلصنا اول عنصر، تعالى نخش على العنصر الثاني ديفينيشن. يعني ايه روت بوكس؟ طيب هقول لك عشان تفهم يعني ايه روت بوكس. عايز حد يشرح معايا، مين هيتبرع يشرح؟ مين هيتبرع ويشرح معايا؟ عايز واحد يشرح معايا. يا دكتور مع حضرتك. دكتور. بعد اذنك يا عبد الرحمن عايز يشرح. يعني محدش راضي يتبرع ايش؟ اختار محمد علاء. انت فين يا محمد علاء؟ معاك يا دكتور. عمار مش عايز ترد عليك، مش عايز ترد عليا. بتعمل بحضرتك تختار يعني اسماء. ماشي يا محمد علاء. بص يا محمد. انا عندي شكل، الشكل اللي هو قدام حضرتك ده كنترول سيستم، كي واحد مضروب في كي 2 على اس اس زائد 10، تمام. وفي يونيتي فيدباك. قلت لك هات لي كلوز لوب ترانسفير فانكشن. كلوز ترانسفير فانكشن، ها بتساوي ايه؟ جي اف اس او كي جي اف اس في اتش اف اس.
الكلوزد لوب على كي جي اف اس على 1 زائد كي جي اف اس في اتش اف اس. طيب على 1 زائد كي جي اف اس اتش اف اس. طيب خد بالك دي كلها على بعضها كده حاصل ضرب الاثنين دول في بعض كده، دي اسمها جي اف اس تمام او كي جي اف اس. اوكي لو فرضت ان حاصل ضرب الكي 1 والكي 2 سميتهم كونستنت كي تمام، هيبقى الناتج ده، هيبقى الناتج ده تمام كي على اس تربيع 10 اس زائد كي. طيب تفتكر من نص ساعه كده ورا كنا كنت انا مع الباشمهندس الشافعي قال لي يا دكتور كلوز لوب ترانسفير فانكشن البولز بتاعتها ما اقدرش احددها لان هي فانكشن في الكي والكي مش موجوده. طب حلو، لو انا قلت لك بقى تعالى يا محمد يا علاء انا عايزك قلت لك افرض لي ان الكي تمام طلع لي البولز الكام؟ لو الكي 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 لو بصفر هيطلع بزيرو. هيطلع بزيرو. يبقى انا عندي انا المفروض عندي تو بولز لانها معادله 40. لما اكون الكي بصفر يبقى انا عندي في بول فين وفي بول فين؟ هيبقى هيطلع في اس، هناخد مثلا اس المشترك يبقى اس في 10 زائد اس. يبقى انا عندي بول عندي كذا وبول عندي كذا. اه. بول عندي ايه وبول عندي ايه؟ اس في 10 10 زائد اس. انا عايز البول ات المكان بتاع البول. ازاي بول ات يعني؟ يا الله. يعني يا هندسه يعني مش انت قلت كده؟ اس في 10 زائد اس، صح كده؟ اه يبقى زيرو سالب 10. يبقى البولز عند اس زيرو والبولز عند اس سالب 10، صح كده؟ طيب يبقى البول الاولاني سالب 10 والبول الثاني بزيرو، صح كده؟ طيب قلت لك لو عوضت عن كي بخمسه هتروح تشيل الكي بخمسه وتحلل المعادله هيطلع لي البول عند كذا والبول عند كذا. طب لو قلت لك عوضت عن الكي ب25 لو عوضت على الكي 25 هيطلع لك البول الاولاني بسالب 5 سالب 5 وسالب 5 والثاني برضه بسالب 5. طب لو قلت لك عوضت على الكي 50 هيطلع البول الاولاني كومبلكس وكومبلكس زائد جي 5 والبول الثاني نيجاتيف 5 زائد ناقص جي 5 تمام؟ تمام. طب تعالى نرسمهم كده، تعالى نرسم يا محمد علاء. لما كانت الكي بصفر كان عندي البول الاولاني فين والثاني فين؟ سالب 10 وزيرو سالب 10 وزيرو اهو. جيت عند سالب 10 رسمت اكس وجيت عند الصفر هنا رسمت اكس. خد بالك لا معلش انا عايز استمع دكتور. نعم. هو مش حضرتك احنا لما نعوض الكي بصفر المعادله كلها تتصفر اللي هي كلوزد لوب ترانسفير فانكشن؟ فين؟ هي المعادله اللي هي كلوزد لوب ترانسفير فانكشن. ايوه حضرتك مش عارف عليها. لا انا جاست بتكلم على البولز اللي هي الدومينيتور يا عبد الرحمن المقام. المقام بس. اه المقام. اه تمام كده. يا محمد يا علاء لما الكي بصفر البول الاولاني عند السالب 10 والبول الثاني عند الصفر. ادي البول الاولاني اهو عند السالب 10 وادي البول الثاني عند الصفر. طيب لما الكي كان بخمسه البول الاولاني فين والثاني فين؟ سالب سالب 9.47 وسالب 0.53. طيب اهو ادي 9 بوينت مش عارف كام 40 وادي 53 من دي. طيب لما الكي كانت ب 10 البول ده بقى هنا والبول ده بقى هنا. طب لما الكي بقت ب 20 البول ده بقى هنا والبول ده بقى هنا. طب لما الكي كانت ب 25 التو بولز بقى قيمتهم كام؟ في نفس النقطة سالب 5 سالب 5. طيب لما الكي بقت اكبر من 25 بقت 30 واحد عند سالب 5 زائد تحولت كومبلكس. اه الاثنين كومبلكس بقى واحد هنا كده والثاني هنا كده. طيب بقى ب 50 واحد هنا كده كي ب 50 والثاني هنا كده. يبقى تستشف ايه او انت ايه اللي تستفيده لما الكي بتتغير؟ كل ما الكي عماله تتغير من زيرو لانفينيتي إيه البولز لما الكي كانت بزيرو البول كان بول هنا وبول هنا. لا از ان الكي تتغير البولز مالها؟ هل بتفضل ثابته كلتها ثابته ولا اماكنها بتتغير؟
أماكنها بتتغير. أماكنها بتتغير، يبقى البول الأولاني ده مثلاً اتحرك الناحيات، والبول ده اتحرك الناحيات، الاثنين التقوا عند النقطة هنا. 25. التقوا عند النقطة هنا، وبعدين واحد طلع لفوق والتاني نزل لتحت. يبقى البول الأولاني ده أهو الرسمة اللي على اليمين، شايفها يا محمد علاء؟ أيوه أيوه. الرسمة اللي على اليمين ده البول الأولاني ده اتحرك الناحيات، وادي اتجاه الحركة رسمه سهل يعني. والبول اللي على الشمال ده اتحرك ناحية اليمين أهو، واتجاه الحركة رسمه سهل. لحد الاثنين التقوا في نقطة. عند النقطة دي واحد طلع لفوق تمام، واحد نزل لتحت. طب ما تفكرني كده، انا في اول المحاضره عرفت الروت لوكس، حد كده يفكرني الروت لوكس هي ايه؟ هي طريقه رسم الكلوزد لوب بولز مع تغير السيستم باراميترز. طب انا اهو مش دول كلوزد لوب بولز، مش اللي انا رسمه ده الباراميترز اتغيرت اللي هي الكي مع تغير الدي. يبقى الرسمه اللي انا راسمها دي هي دي اسمها بولز. الرسمه اللي انا راسمها دي اسمها ايه؟ هي دي اسمها ايه؟ بولز. لا هي دي اسمها لوكس. الروت لوكس. يبقى الروت لوكس هي الروت لوكس هي طريقه لرسم الكلوز لوب بولز ولا الاوبن لوب بولز؟ كلوز لوب بولز. الكلوز لوب بولز. طيب مع 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 تغير مع الكي اللي بيتغير. ها؟ كي. الكي. الله يفتح عليك. يبقى الروت لوكس هي طريقه لرسم مين يا محمد علاء؟ كلوزد لوب بولز مع تغير ايه؟ السيستم باراميترز اللي هو الكي. طيب هسالك سؤال هنا يا محمد علاء بعد اذنك حضرتك. اتفضل يا دكتور. هقول لك الرسمه دي استفدت منها حاجه؟ استفدت منها حاجه ان هو ممكن استفدت منها ان السيستم الاستابيليتي بتاعت السيستم ممكن ستيبل ستيبل لانها في الليفت رايت الليفت هاند سايد. الله يفتح عليك وتسمح لي ان انا يعني في اي وقت تفكرني ان انا اضيف لك نص درجه على درجاتك عشان ماشي يا دكتور ماشي. الله يفتح عليك. قال لي ايه؟ شوف الانسان لما بيكون قايم الصبح كده وفطران وبتاع مركز هيعرف. محمد علاء قال لي برافو، بقول له استفدت من الرسم دي حاجه؟ قال لي استفدت يا دكتور. قلت له استفدت ايه؟ قال لي استفدت ان البولز اللي هنا دي كل ما كده عمال يتغير من زيرو الانفينيتي، كل البولز هتفضل دائما في الليفت هاند سايد، هتفضل في الليفت هاند سايد تمام. البولز هتفضل في الليفت هاند سايد، السيستم هيفضل ستيبل طول عمره. لو شغلته عند الكي 100، شغلته عند الكي مليون، عند الكي 20 الف مليون، السيستم هيفضل ستيبل. استفدت دي استفاده. هقول له استفدت حاجه ثانيه؟ هو في استفاده ثانيه بس يعني هو مش هيعرف يجيبها. الاستفاده الثانيه امسح الحاجه دي. الاستفاده الثانيه اني الاستفادة الثانية ان البولز هنا عند الكيب صفر يا محمد علاء، عند الكيب صفر كان في بول بكام وبول بكام؟ لو الكيب زيرو يبقى في بول بزيرو سالب 10. حلو الكلام. البولز ديت بسميها ريال بول، يعني بول ملهاش جزء ايماجينري، صح كده؟ صح. طيب لما الكيب 25 التو بولز ريال وايماجينري اتقسمت جزء ريال وجزء ايماجينري. لا عند الكيب 25 يبقى سالب 5 بس. ريال ريال والاثنين على نفس النقطه دي بيسموها مالتيبلاي بولز. طيب لما الكيب يكون اكبر من 25 في بول هنا وفي كونجكت بتاعه.
مواقع البول، مواقع البول، مواقع البول. بعد اذنك يا محمد علاء تكرر ورايا الجمله. مواقع البول في الليفت هاند سايد ده بيحدد السيستم اوفر دامبنج ولا اندر دامبنج ولا كريتيكال دامبنج. يعني لما بيكون البولز البولز كونجيجيتد، يعني في الحاله دي مثلا الحاله يعني لو كي اكبر من 25 البولز هيبقى واحد فوق والتاني تحت، في الحاله دي السيستم بيبقى اندر دامبنج. اندر دامبنج، اندر دامبنج الزيته في حاجه اسمها الزيته اللي هي ايه؟ الزيته دي لها مسمى فاكرينها من كنترول واحد؟ حد يفكرني بيها؟ الزيته دي اسمها الدامبنج ريشيو. الدامبنج ريشيو دي بتتراوح من زيرو لواحد في حاله الاندر دامبنج سيستم. الاندر دامبنج ده له ريسبونس معين، له اوفر شوت معين، له سيتنج تايم وله بيك تايم. انما في حاله البولز مثلا، في حاله مثلا في الحاله دي كده، الحاله الاولانيه اللي هي بيسموها سيبريتد بول، سيبريتد ريال بول، دي السيستم بيكون ايه؟ يبقى في حاله ان الجي اقل من 25 السيستم بيبقى اوفر دامبنج. اوفر دامبنج، الزيتا بتبقى اكبر من واحد. عند ال 25 بالظبط السيستم بيبقى كريتيكال دامبنج، الزيتا بواحد. عند اكبر من 25 السيستم بيبقى اندر دامبنج، الزيتا من واحد، من زيرو لواحد. طيب كل هما الثلاثه ستيب، اوكي الثلاثه ستيب ماشي، الثلاثه ستيب ما فيش مشكله، بس الثلاثه يختلفوا عن بعض، يختلفوا في الاوفر شوت والبيك تايم والرايز تايم والسيتلينج تايم، يختلف في البارامترز دي. معايا يا شباب؟ تمام. يبقى استفدت ايه يا محمد علاء من الرسمه بتاعتك؟ استفدت ان انا البولز دي بتحدد لي السيستم اذا كان اندر دامبنج ولا اوفر دامبد ولا كريتيكال دامبد. اماكن البولز مش البولز، اماكن البولز بتحدد لي خصائص السيستم. اماكن البولز، اماكن البولز في الليفت هاند سايد بتحدد لي خصائص السيستم اذا كان اندر دامبنج ولا اوفر دامبنج ولا كريتيكال دامبنج. طيب هما يختلفوا عن بعض، الاندر يختلف عن الكريتيكال، يختلف عن الاوفر، بيختلفوا عن بعض في ايه؟ في الاوفر شوت والسيتلينج والبيك تايم والحاجات دي كلها. طيب يبقى الاستفاده الثانيه اللي انا استفدتها ان السيستم ده طول عمره هيفضل ستيل. اوكي؟ يبقى في استفادتين استفدتهم من السيستم من الرسمه دي. يبقى رسمه مفيده ولا مش مفيده؟ مفيده طبعا. طيب بكده يكون خلصنا العنصر الثاني، يعني ايه روت لوكس؟ العنصر الثالث اسمه ايه؟ يا محمد علاء. Properties of the root locus. طيب استاذنك ممكن ناخد حد من زمايلك غيرك؟ معلش لا اتفضل. ها؟ مين هيجي معانا؟ يا شباب؟ يا باشمهندسين؟ أنا بعد اذنكم. يا ها في حد ايه؟ في حد اهو. ايوه دكتور انا عبد الرحمن. عبد الرحمن؟ عبد الرحمن انت فوت دماغي والله، انا عايز الناس الثانيه تشارك. محمد علي شارك وشافعي شارك وعبد الرحمن شارك. زكي، عبد الرحمن زكي. زكي شكله فاتح ونايم. محمد مدحت. اسماعيل مسيوني. ايوه يا دكتور. ها مين؟ محمد مدحت يا دكتور. فين يا محمد؟ مش عايز تشارك ليه؟ انت شاركت المحاضره اللي فاتت تقريبا. انا بسمع والله المحاضره يا دكتور، بسمع حضرتك. ايه؟ بسمع حضرتك لكن عادي اشارك عادي، مفيش حاجه. طب ليه؟ انا ليه ما تطلعش المشاركه منك؟ يعني مش طايق تتكلم معايا في الدرجات يا محمد؟ لا العفو يا دكتور، ازاي؟ احنا زملكاويه زي بعض وهنصعد يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله هناخد بطوله افريقيا يعني. ولازم اتفقنا بتاع يعني المفروض يبقى تحب انك تشارك يا محمد. ماشي يا دكتور، عينيا يا دكتور هشارك. طيب كل الزملكاويه ناس بتشارك وناس كويسه وناس يعني مفيش بعد كده صراحه. طب انا راجل زملكاوي وانا بحترمك يعني.
كل الزملكاويه ده وكل التقدير والاحترام. صح. طيب العنصر الثاني في المحاضره بتاعتنا محمد هديت عن ايه؟ البروبرتيز اوف ذا روت لوكس. حلو. طيب تعالى نشوف البروبرتيز بتاعه الروت لوكس بيقول لي ايه. بيقول لي لو انا عندي سيستم بالشكل ده ده الفورورد ترانسفير فانكشن يا محمد يا ريت، ده الفيدباك ترانسفير فانكشن، تمام، ده الانبوت، ده الاوتبوت. قلت لك هات لي كلوز لوب ترانسفير فانكشن بتساوي ايه؟ بتساوي كي في الجي اس على واحد زائد كي في جي اس في الاتش اس. تمام اهي بتساوي كي في جي اس على واحد. طب الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بيساوي الكي في جي اس في الاتش اس. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتساوي ايه؟ قول لي ثاني يا محمد اللي حد كده. الكي في الجي اس في الاتش اس. الله يتعلم. طيب حلو. شايف المقام بتاع الكلوز لوب ترانسفير فانكشن؟ شايف المقام بتاع الكلوز لوب ترانسفير فانكشن؟ اه. طيب مش المقام بتاع الكلوز لوب ترانسفير فانكشن ده هو واحد زائد كي جي اس؟ ينفع اكتب واحد زائد اوبن لوب ترانسفير فانكشن؟ اه تمام. صح ولا لا؟ صح. صح؟ يدي واحد زائد كي جي اس. صح ولا لا؟ صح تمام يا دكتور. طب حلو. طيب اهو يبقى الكلوز لوب ترانسفير فانكشن زي ما محمد مدحت قال لنا تساوي كي اوف جي اوف اس على واحد زائد كي جي اوف اس. طب عظيم الكلام. الكلوزد لوب بول، الكلوزد لوب بول يا محمد مدحت بجيب البول ازاي؟ ها تاني كده يعني لو انا اديتك البول بجيبه اصفر، البول ده عباره عن اصفار البسط ولا اصفار المقام؟ البول اصفار المقام. اصفار المقام يعني لو انا عايز اديني البولز بتاع السيستم بركز على المقام. صح تمام. طيب بساوي المقام بالصفر. تمام. طيب لما اساوي المقام بالصفر تمام. واحد زي كي جي او اس اتش او اس بتساوي صفر. هي لو انا قلت كي جي او اس اتش او اس بتساوي سالب واحد عملت حاجه؟ لا هي. طيب حلو. يبقى انت انا عايز اسالك سؤال يا محمد اديك عبد الامان، انت معاك ورقه وقلم؟ نعم. اسالك سؤال بالامان، انت معاك ورقه وقلم كشكول دلوقتي؟ اه معايا والله ورقه وقلم. كشكول؟ طيب ماشي. يعني بتكتب ورايا؟ اه والله بكتب ورا حضرتك يا دكتور. طب خلاص انا هستناك. طيب اكتب كده بقى في كشكول. اكتب كده في النقطة، أي نقطة، اكتب كده بالعربي، أي نقطة علشان تكون closed loop pool، اكتب بالعربي كده، أي نقطة علشان تكون closed loop بول لابد انها تحقق الشرط ده. لابد من تحقيق الشرط ده. ايه هو الشرط؟ ان كي جي اوف اس اتش اوف اس تكون بتساوي سالب واحد. تمام. تعرف تقول لي الجمله دي تاني يا محمد؟ اي نقطه عشان تكون كلوزد لوب بول لابد انها تحقق شرط معين اللي هو ان الكي جي اوف اس اتش اوف اس بيساوي سالب واحد. طب حلو. تعالى نركز في الشرط ده. الشرط ده بيسموه شرط كومبلكس. يعني شرط كومبلكس يعني ايه؟ يعني الليفت هاند سايد كومبلكس والرايت هاند سايد لازم يكون كومبلكس. الشرط ده ينفع افكه في شرطين. يعني ينفع افكه في شرط ماجنتيود وينفع افكه في شرط انجل. يعني زي ما يكون عندك رقم كومبلكس. مش انت بتجيب له ماجنتيود وانجل؟ اه تمام. تمام. فالشرط ده ينفع افكه لماجنتيود
يعني ان الماجنيتيود الماجنيتيود كونديشن ان الماجنيتيود بتاع الليفت هاند سايد يساوي الماجنيتيود بتاع الرايت هاند سايد. طب يبقى الماجنيتيود اهو حطيت علامه الماجنيتيود للليفت هاند سايد يساوي الماجنيتيود بتاع الرايت هاند سايد. الماجنيتيود بتاع الرايت هاند سايد واحد، يبقى ده اسمه الماجنيتيود كونديشن. الماجنيتيود اكتب تحته كده ماجنيتيود كونديشن. طيب الانجل، الانجل ان تكون الزاويه بتاعت الليفت هاند سايد يبقى الانجل اوف ليفت هاند سايد تكون بتساوي 2 كي زائد 1 في 180 اللي هي الزاويه بتاعت الرايت هاند سايد. تمام. طيب حلو. طب انت من شويه كده يا محمد يا مدحت قلت لي اي نقطه علشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تكون بتحقق شرط معين. لا احنا عايزين نعرف الجمله. تقدر تقول الجمله ايه؟ اي نقطه علشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تحقق الماجنيتيود كونديشن والانجل كونديشن. يبقى احنا عدلنا الجمله او حسنا الجمله. هو الماجنتيت كونديشن حضرتك خدت اللي هو حضرتك ربعت اللي هو السالب واحد. لا مش ربعت، جبت الماجنتيود الاولاني للليفت هاند سايد والماجنتيود بتاع الرايت هاند سايد. يعني كده سالب واحد لكل تربيع زائد صفر لكل تربيع كلهم تحت الجذر صح؟ اه الماجنتيود يا ماجنتيود سالب واحد. اه طب بص حضرتك هو الزاويه حضرتك جبتها ازاي؟ اللي هي الزاويه الانجل. الانجل هشرحها بالتفصيل دلوقتي بس انا بتكلم في اطار عام دلوقتي. ماشي. في اطار عام يا عبد الرحمن عايزك تسمعني جملتي ايه؟ اي نقطه علشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تحقق الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. تمام. تمام. الماجنيتيود كونديشن بيقول لي بيقول لي كي جي او اس اتش او اس ماجنيتيود كي جي او اس اتش او اس بيكون بيساوي واحد. ماجنيتيود رايت هاند سايد. تمام. انما الانجل كونديشن بيكون بيقول لي الزاويه بتاعت كي جي او اس اتش او اس بيكون بتساوي 2 كي زائد 1 في 180. تمام. طيب تعال نشوف زاويه السالب واحد. زاوية السالب واحد، لو انا جيت بس وقعت السالب واحد في الاس بلين، السالب واحد هنا كده. السالب واحد عند هنا كده، تمام؟ طيب، إيه انا بقيس الزاوية من الاتجاه الموجب مع السيجما اكسس او مع الريال اكسس. فالزاوية زاوية السالب واحد دي هي 180. هي 180. تمام؟ زاوية السالب واحد دي هي 180 لو انا مشيت في الدايركشن ده. او ايه؟ او ايه؟ او 180 زائد 180 زائد 180 يبقى زاوية السالب واحد دي ممكن تكون 1 في 180 دي زاوية السالب واحد او ممكن تكون 3 في 180 أو ممكن تكون 5 في 180 7 أو 7 في 180 وهكذا. يبقى زاوية السالب واحد دي ممكن تكون 180 أو 180 زائد 180 زائد 180 يعني 3 في 180 أو ممكن تكون 5 في 180 عشان كده حطينا 2 كي زائد 1. تمام. ها؟ معايا؟ حيث ان كي دي بصفر، لو كي بصفر لو كي بصفر تبقى 180 بس. لو كي بواحد يبقى 3 في 180، لو كي باتنين يبقى 5 في 180، لو 3 7 في 180 وهكذا. يبقى أي نقطة يا محمد يا مدحت، أي نقطة يا محمد يا مدحت علشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تحقق الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. تمام كده؟ طب حلو. حلو حلو. تعالى ناخد مثال.
طيب بيقول لي طيب احنا قلنا اي نقطة على عشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تحقق الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن، ولو حققت الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن اذا النقطة دي تقع، اذا النقطة دي تقع على الرود لوكس، اذا النقطة دي تقع على الرود لوكس. يبقى حد يقول لي الجملة كاملة السلايد دي استفدت منها ايه؟ استفدت منها سطر واحد بس، ان اي نقطه علشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تحقق الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. طيب لو النقطه دي حققت الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن، اذا النقطه دي كلوز لوب سيستم بول، اذا النقطه دي تقع على الروت لوكس. مش الروت لوكس ده، الروت لوكس اللي احنا كنا راسمينه مع محمد علاء، هو عباره عن نقط الكلوز، يعني نقط الكلوز لوب سيستم بولز، هي حركه الكلوز لوب سيستم بولز. يبقى لو في كلوز لوب سيستم بول، اذا الكلوز لوب سيستم بولز ده يقع على الروت لوكس. ها يبقى تمام الحته دي. طيب لو انا اديتك نقطه، لو انا اديتك مثال، تعالى نخش نشوف المثال. مثال بيقول لي عندك كي جي اوف اس اتش اوف اس بالشكل الفلاني. مين؟ محمد مدحت اللي معايا، تمام كده؟ محمد مدحت صباح الخير معايا؟ تمام معايا يا محمد؟ شكرا مع حضرتك، مع حضرتك. طيب بيقول لي مديك مثال، بيقول لي كي جي اوف اس اتش اوف اس بتساوي كي اس زائد 3 اس زائد 4 على اس زائد 1 اس زائد 2. بيقول لي ايه؟ بيقول لي شوف النقطه دي اللي هي سالب 2 زائد جي 3. بيقول لي شوف النقطه دي تقع على النقطه بتاع الداله دي ولا لا؟ وبيقول لي شوف النقطه الثانيه دي تقع على الروت لوكس بتاع الداله دي ولا لا؟ يبقى عرفت ايه المطلوب يا محمد مدحت؟ ان اشوف النقطتين دول بيقعوا على الروت لوكس بتاعت النقطه اللي فوق ولا لا؟ بتاع الداله دي، بتاع السيستم ده كي جي اس اتش اس. ايوه. طيب دي نوعيه المسائل دي بتتحل ازاي؟ تعالى ناخد النقطه الاولانيه، ونشوفها. هي عشان النقطه تكون جزء من الروت لوكس يجب انها تكون بول، لازم انها تكون كلوز لوب سيستم بول، وعشان تكون كلوز لوب سيستم بول لابد انها تحقق ايه؟ هو الماجنتيود كونديشن والانجل كونديشن. طيب بعمل ايه انا؟ فاكر من شويتين كده في المحاضره لو انا قلت لك انا عندي نقطه وهخش اعوض الداله، مش الداله دي لما اعوض في الداله هيديني ماجنتيود وانجل، كان مين اللي بيشرحها معانا الحته دي؟ كان اسمه ايه؟ كان في زميل ليكم بيشرح معانا الحته دي، كان محمد علاء تقريبا، محمد قبل محمد علاء. المهم طيب بعمل ايه؟ بعمل ادي الداله اهي يا محمد يا بنتي. الداله دي الزيروز عندها زيروز عند مين وعندها بولز عند مين؟ الزيروز عند السالب 3 والسالب 4، والبولز عند السالب 1 والسالب 2. يبقى عند زيروز عند السالب، الزيروز بنرسمه دايره مفتوحه، زيروز عند سالب 3 وسالب 4 وبولز سالب 1 وسالب 2. طيب انت عايز تتاكد من انهي نقطه اللي عايز تتاكد عليها، عايز تتاكد ان انها تقع ولا لا، اللي هي سالب 2 زائد جي 3. تعالى ارسم النقطه دي سالب 2 زائد جي 3، يعني النقطه هنا كده. تمام كده يا محمد يا حمدي؟ يا محمد يا حمدي؟ تمام اه. تمام؟ طيب بعد كده بوصل النقطة دي بكل الزيروز وكل البولز. طيب تعرف تجيب لي بقى السمشن، تعرف تجيب لي سمشن زوايا الزيروز ناقص زوايا البولز؟ ها؟
تمام في حد معايا بيحاول كده ماشي ما هو الزيروز هتبقى 180 ها فين اول انت اسمك ايه 180 صح ناقص تاني الزاويه اللي جنبيه اول زيرو اهو ده اول زيرو الزاويه دي كام ها 180 ناقص تاني الزاويه لا 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 يا محمد الزاويه دي ليه لو رسمت الرسمه تسكيل دي الزاويه ايوه دي الزاويه دي هتساوي الزاويه ده ايه هتساوي هتساوي كام هتساوي ده ماينس 1 الطول ده اهو على الطول ده معلش يا دكتور الصوت بيقطع من السماء بقول لحضرتك الزاويه 6 2 ده ايه هتساوي ده ماينس 1 الطول ده اهو ناقص الطول ده على الطول ده دي زاويه الزيرو الاولاني زاويه الزيرو زاويه الزيرو ده اهو زاويه الزيرو ده هتساوي تان ماينس 1 الطول ده اهو على الطول ده اهو تمام تمام طيب ده سمشن زوايا السينوس ناقص زوايا البولز انا عندي بولز فين وفين يا محمد يا بيه عند السالب 1 والسالب 2 عند السالب 1 والسالب 2 طب البول عند السالب 2 ده الزاويه دي قد ايه الزاويه دي هتبقى باين انها 90 هتبقى سيتا نعم 90 90 90 النقطه دي سالب 2 والنقطه اللي فوق السالب برضه يعني الخط ده مستقيم يعني الزاويه دي 90 طيب البول اللي عند سالب 1 الزاويه دي قد ايه هتساوي سيتا 4 قد ايه 180 ناقص الثاني الزاويه 180 ناقص الثاني الزاويه دي الزاويه دي اللي هي تساوي الطول ده اهو على الطول ده طب حلو طيب انت جبت سمشن زوايا السينوس ناقص زوايا الكوس لو لقيت الزاويه دي يعني هتطلع هنا معايا هتطلع بناقص 70 ناقص 70 55 بالليل بما اني الرقم اللي طلع لي ده اهو ليس من المضاعفات الفردية لل 180 ليس من المضاعفات الفردية لل 180 يعني لو الرقم ده طلع لي 180 أو 3 في 180 أو 5 في 180 أو 7 في 180 يبقى الرقم ده ليس من المضاعفات الفردية لل 180 إذا النقطة ده إيه؟ إذا النقطة ده إيه؟ النقطة ده إيه؟ لا تحقق شرط إيه؟ لا تحقق شرط إيه يا محمد يا بيه؟ لا تحقق شرط يعني مضاعفات الفردية 180 اللي هو اسمه الأنجل كونديشن لا تحقق الأنجل كونديشن تمام طب الإشارة مش ماليش دعوة بيها؟ نعم الإشارة يا دكتور اللي هي اللي جنب ال 70 لا مش فارقة مش فارقة معايا مش فارقة تمام بس أهم حاجة الرقم نفسه يا عبد الرحمن الرقم اللي هيطلع لك سبشن زوايا السينوس ناقص زوايا الكوس لو مش من المضاعفات الفردية لل 180 إذا النقطة دي لا تحقق اكتب ورايا في الكشكول لا تحقق الانجل كونديشن وبالتالي هي ليست كلوز لوب سيستم بول لا مش كلوز لوب سيستم بول تمام طيب لو انت جيت عوضت بالنقطه الثانيه اللي هي ناقص 2 زائد جي جذر 2 دي وجبت الزاويه بتاعتها هتلاقي الزاويه بتاعتها 180 اذا الزاويه اذا النقطه ده اهي لو جينا عملت نفس الكلام للنقطه ده اهي هتلاقي ان الزاويه بتاعت سبشن زوايا السينوس ناقص زوايا الكوس هتلاقي 180 اذا النقطه دي تحقق شرط الانجل كونديشن اذا يبقى انا بتشيك على الانجل كونديشن الاول بتشيك على ايه يا عبد الرحمن؟ بتشيك على الانجل كونديشن الاول معايا يبقى كده واحده تنفع والتانيه ما تنفعش دي مش هتنفع دي يبقى اتشكيت على الانجل كونديشن لقيت ان
لقيت ان السمشن زوايا الزيرو ضغط زوايا البولز 180، اذا النقطه دي تقع على الروت لوكس. طب تقع على الروت لوكس عندها كي بكام؟ الكي بكام؟ قال لي الكي تجيبه لو النقطه تقع على الروت لوكس الكي هيساوي واحد على او هيساوي على طول هيساوي اطول حاصل ضرب اطوال البولز على اطوال الزيروز. يعني فرضا افرض ان النقطه دي افرض النقطه اللي هي كانت عند سالب 2 زائد جي 3 افرض انها كانت بتقع يعني فرضا يعني فرضا افرض انها كانت بتقع على الدوكس خلاص هتجاوب تقول انها بتقع على الدوكس. طيب النقطه دي بتقع على الدوكس عند كي بكام؟ الكي اجيبها حاصل ضرب اطوال البولز على اطوال الزيروز. اطوال البولز ده كده طول بول اللي هو الطول ده كده طول بول مقسوم على اطوال الزيرو ده كده طول الزيرو الاولاني ده كده طول الزيرو الثاني. ها جندرات دكتور يعني انا مش هستخدم الحكايه اللي هي الماجنتيك كونديشن غير لما احقق الانجل كونديشن الاول. الله يفتح عليك. فهمت حضرتك. تمام يا شباب؟ تمام كده. طيب يبقى هنا بيديني مساله برضه بيقول ايه؟ بيقول لي عندك جي اوف اس، جي اوف اس جي اوف اس بتساوي اس زائد 2 على اس تربيع زائد 4 اس زائد 13. اول حاجه بعملها بيقول لي اتاكد ان النقطه ديت النقطه دي واللي يشوف النقطه دي تقع على الروت لوكس ولا لا. يبقى اول حاجه بعملها ايه يا عبد الرحمن؟ بشوف الزيرو. انا عندي زيرو عند ايه وايه؟ طيب عندي زيرو عند السالب 2 عندي زيرو عند السالب 2 تمام؟ ده الزيرو مش انا عندي زيرو عند السالب 2 عند الرحمن؟ عندي زيرو عند السالب 2 اهو ما هو مش هو البسط اهو. طيب وعندي بول عند ايه وايه؟ قال لي عندي بول عند ال لو جيت حللت دي كده هيطلع لك بولي فوق وبولي تحت. اوكي؟ خد بالك الرسمه دي ما بتجيلكش في المساله. سالب 2 زائد 3 طب عندي بول عند النقطه دي وعند النقطه دي. طيب يقول لي حدد النقطه دي، النقطه دي ايه؟ سالب 3 زائد جي 6. فين النقطه دي؟ اهي سالب 3 زائد جي 6. يقول لي حدد السالب بتقع على الروت لوكس ولا لا؟ اعمل ايه؟ بوصل النقطه بكل البولز وكل الزيرو، وصلتها بالبول اللي فوق، وصلتها بالبول اللي تحت، وصلتها بالزيرو. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اشوف ايه؟ سبميشن زوايا الزيروز ناقص زوايا البولز. البول ده مع الاكس اكسس، الاكس اكسس اللي هو بادئ من اهو كده، ده كده الاكس اكسس، يعني ده هي كده زاويه البول ده اهو. طيب فين زاوية البول ده اهو؟ زاوية البول ده اهو اهي. طب فين زاوية الزيرو؟ اهي دي كده زاوية الزيرو. نجيب سبميشن زوايا الزيروز ناقص سبميشن زوايا البولز هتلاقيها 180. ده 180 اذا النقطة تقع على الروت بولز. طيب عندها كيف كام بقى؟ بما انها تقع على الروت بولز عندها كيف كام؟ كي بيساوي حاصل ضرب اطوال البولز على اطوال الزيروز. الطول ده كده اسمه طول البول، الطول ده كده اسمه طول البول، الطول ده كده اسمه طول الزيرو. يا دكتور اتفضل. هي الكي مقلوب الماجنتيود صح؟ القانون اهو بتاع الكي، الكي مقلوب الماجنتيود. تمام. ها في اي اعتراض؟ تمام يا شباب؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ شباب؟ أدخل مع حضرتك. أي استفسار؟ أي استفسار؟ أي حاجة؟ تمام؟ لا لا كده تمام. تمام يا دكتور. شكرا. يا دكتور بعد إذن حضرتك. اتفضل. رسالة حضرتك هات الرسمة بتاعت آخر بروبلم دي. إيه معلش تاني معلش.
الرسمه بتاعت اخر بروبلم حضرتك واقف عندها، الرسمه بتاعت اخر بروبلم الزاويه بتاعت النقطه اللي تحت اللي كان عليها الماوس دي، الزاويه بتاعت النقطه اللي تحت. اه حضرتك كنت عملت خط افق وقلت الزاويه اللي هتبقى ال، بص انت بترسم بتيجي على النقطه عند اي نقطه بتيجي ترسم خط كده موازي للاكس اكس، تمام الحته دي؟ تمام. طيب بعد كده الزاويه هي الزاويه المحصوره ما بين ايه؟ ما بين الخط اللي انت رسمته اهو والخط اللي هو جاي من فوق. لا انا مصر. تمام؟ تمام. فوق هنا فوق هنا بس اهي. لا عايزين نمسح الحته دي. عايزين نمسح الحته دي. بص بس الخط اهو اتجاه الاكس اكس اهو. ايه يعني كده؟ خلاص تمام تمام يا دكتور تمام كمل تمام. معرفش كل ده جالس بتاع كده. بس الخط اهو اتجاه الاكس اكس تمام؟ صح كده؟ هي الزاويه المحصوره ما بين الخط اللي انا رسمته ده اهو والخط بتاعي، بس خد بالك بتتحرك من اتجاه ده. يعني ما تقوليش انا هاخد الزاويه اللي تحت. تمام ماشي. تمام. وفي النقطة اللي تحت برضه هقول 180 ناقص التكملة بتاعت الزاوية الأفقية من الناحية الثانية. ماشي يا شباب؟ تمام تمام. ماشي يا شباب. يلا يا جماعة الكورة يلا. بس ممكن حضرتك بس تعمل اند ميتنج بدل حضرتك تعمل اللي هو عشان بس نعرف نعمل ريكورد. ايه؟ وليه؟ ممكن حضرتك تعمل اند ميتنج بدل ليه لما حضرتك بدأ يعني بدل ما حضرتك تعمل ليه تعمل اند ميتنج بس عشان نعرف نعمل ريكورد بس. يعني اعمل اند ميتنج يعني؟ لما حضرتك تخلص يعني بدل ليف عشان بس ليف بس ما بنعرفش نحمل خالص يعني اقفل خالص دلوقتي خلاص. لا لا قصدي انا متخلص حضرتك. لا انا خلاص خلصت يعني عشان تطرح. ماشي. سلام عليكم. سلام عليكم.